إلينا الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة. مرحبا بك معنا سيدي. في ضوء هذه المعلومات التي تبعنا جزءا منها في التقرير عن سرعة وسهولة انتشار هذا الفيروس، هل الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية مرشحة لأن تشهد في ظل هذه المعطيات ربما يعني كارثة كبيرة مع وصول الفيروس وبدء انتشاره فيها؟ إن شاء الله ما نبقاش منتظرين كارثة، لكن محتاجين نبقى مستعدين للأسوأ. يعني إحنا لسه ما وصلناش للذروة. ضيفك الكريم من لبنان دكتور محمود كان بيشيل نقطة مهمة جدا، نقطة إن إحنا شعوبنا العربية شعوب صغيرة في السن، متوسط الأعمار صغير، لذلك نسب الإصابات لو قارناها هنلاقيها في حدود 1% من كل الإصابات. لكن لو عملنا في نفس الحسبة دخلنا فيها تركيا وإيران، لو اعتبرناهم من دول الشرق الأوسط، هنلاقي ان النسبه دي عليت بقت تقريبا 8%. ففي كذا سبب، مش بس العمر الصغير، ممكن يكون احنا بصدد ان احنا لسه منتظرين الذروه ان هي تعلى، وخصوصا ان متوسط الاعمار لو دخلنا كمان ايران وتركيا هو 30 عام، اللي هو مش فارق كتير. السعوديه 30 عام، لبنان برضه 30 عام، مصر هي قليله شويه في حدود 24 سنه متوسط الاعمار، والجزائر في حدود 27، دي البلاد الاكثر كثافه. لذلك 1% دي ممكن تبقى خادعة شوية، ممكن ما يكونش بسبب فقط إن إحنا عندنا متوسط العمر صغير، ممكن يكون بسبب إحنا بنعمل كام كشف وكام يعني تيست لكوفيد 19 وكورونا فيروس على مستوى الشعب. يعني إحنا باستثناء الإمارات اللي هي بتعمل تقريبا 13 ألف تيست لكل مليون مواطن، وهي أعلى دولة في العالم، معظم البلاد العربية مستوى الفحوصات بتاعها منخفض جدا. الحاجة التانية، احنا بنعمل الفحوصات دي لمين بالظبط؟ هل فقط للناس اللي بتتوجه للمستشفيات وعندهم شك وعندهم أعراض، فبالتالي النسبة عالية ان هم يبقوا إيجابي، ولا بنعملها عشوائي في المداخل البلاد وما بين البلاد وبعضها؟ دي نقطة تانية. فلذلك في نقط كتير تخلينا يعني إلى حد ما محتاجين نحافظ على الاحترازات، خصوصا ان اي اجراء بنعمله دلوقتي مش هيبان اثره الا بعد اسبوعين او 3 اسابيع. هذا يقودنا لمحاولة تقييم أولي للإجراءات التي اتبعت في الدول العربية حتى الآن. ما تقييمك دكتور لهذه الإجراءات حتى اللحظة؟ وفي أي مرحلة يمكن وضع الدول العربية من حيث تفشي الوباء مقارنة بالعالم؟ الاجراءات الاحترازية حاليا هي تقريبا واحدة في كل الدول العربية، وهي مناسبة للغاية، خصوصا بعد فرض حظر التجول في البلاد الأكثر كثافة. ده اللي احنا محتاجينه، لأن كسر انتشار الفيروس مش هيتم إلا بالفصل الاجتماعي والمسافة الآمنة بين الأفراد، أو لحد ما يبقى في علاج ناجع أو الفاكسين للفيروس. وطبعا الوصل واللقاح ده لسه قدامه تقريبا سنة أو أكتر. فالحل الوحيد قدامنا هو الحل اللي بتعمله الحكومات. بعض الحكومات قالت الاجراءات الاحترازيه هتبقى في حدود اسبوعين، انا شايف ان غالبا هتتمد كمان بعديها اسبوعين. محتاجين فتره امنه، حتى لو انخفاض الاصابات الجديده ابتدى ينزل الاسبوع اللي جاي، محتاجين تمام. نتاكد ان اي حاجه حصلت الاسبوع اللي فات مش هيبان اثارها بعد 3 اسابيع. طيب دكتور، يعني هناك كثير من اللغط حول مقدار الشفافية في الدول العربية بشأن الإعلان عن الموقف بالنسبة لتفشي الفيروس، كيف تقيم أنت أيضا هذه النقطة الهامة؟ نقطة كويسة جدا. أي دولة عشان تكون عندها شفافية محتاجة الأول يكون عندها القدرة على جمع المعلومات بطريقة صحيحة، بعد كده نبتدي نقول هل عندهم شفافية في تبليغ الأرقام ولا لا. أنا رأيي إن هو ما فيش مشكلة في الشفافية في تبليغ الأرقام، خصوصا في الوفيات. أي دولة عربية لو فيها حالة وفاة واحدة في مستشفى، كل الوطن العربي بيعرف، الناس كلها بتبتدي تحط على وسائل التواصل الاجتماعي. صعب جدا إن أي دولة تخبي حالة وفاة واحدة او تغير في السبب بتاعها، خصوصا ان احنا يعني شعوب اجتماعيه جدا وما بنسيبش مرضانا في المستشفيات. لكن فكره الحصر هي دي المشكله الكبيره في رايي، ان هل احنا فعلا بنحصر كل الحالات بطريقه صحيحه؟ في حالات كتيره، وكما تفضل ضيوفك، بيخافوا ان هم يروحوا يعملوا التيست في المستشفيات، خايفين من الحجز، خايفين من ان يتحجز في حميات، مستشفى حميات. إشاعات كتير على فكرة إن هو لو توفي مش هيغسل، وممكن الجثة تتحرق، مخلية الناس خايفة جدا إنها تروح تبلغ. ابتدينا نسمع عن أشخاص عندهم الأعراض وخايفين يعملوا التست. فبالتالي أنا مش شايف مشكلة في الشفافية قد ما شايف مشكلة في الإجراءات المتبعة والوعي، إن المفروض الناس تتشجع إنها تروح تعمل التست،
الحاجة الثانية، هل بنعمل التيست بطريقة كافية على مستوى عدد البوبليشن الشعب ولا لا؟ احنا كل الأرقام بتاعة الفحوصات أقل بكتير من 1% لعدد السكان، أعداد هزيلة جدا من الفحوصات. نعم، شكرا دكتور على كل هذه المعلومات. الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، كنت معنا عبر سكايب من